أستاذ نداء، عذرا على المقاطعة، حقيقة هذا الكلام اللي حضرتك تتحدث به أخذنا ويا سحر المكان بالتشكيل بالطراز المعماري البغدادي. حضرتك تحدثت عن المساجد اللي موجودة في بغداد وخاصة مناطقنا القديمة الشعبية. إذا عدنا أيضا إلى جماليات الفن التشكيل العراقي، ذكرت حضرتك أسماء كثيرة، من تميز برسم الخيول، ومن تميز في المدرسة الانطباعية، ومن تميز في المدرسة الواقعية، وكثير من المدارس الفنية التشكيلية. وبين فترة وأخرى نسمع عن كثير من مدارس مستحدثة. نتحدث عن الفن التشكيلي العراقي، هل لدينا مدرسة بحد ذاتها تسمى بالمدرسة التشكيلية العراقية؟ الحقيقة الفنانين العراقيين اشتغلوا من الأربعينات إلى الآن، وكان ملك الفنانين هو فائق حسن طبعا، وهو اللي عمل دراسة للخيول وعمل دراسة للمنظور الفني بشكل جيد. ولكن جاء حافظ الدروبي اشتغل البورتريت طبعا، حافظ الدروبي اشتغل البورتريت، اشتغل الفيجر، بدأ يشتغل عليه. هما ما يخلون من تأثيرات. حافظ الدروبي درس في إيطاليا طبعا، وفائق حسن درس في فرنسا. لكن جواد درس الفن في بريطانيا. فنشوف هما إمكانياتهم عالية جدا ودقيقين جدا، وحاولوا جميعهم أن يوصلون هاي التقنين والإمكانيات اللي عندهم إلى إنتاج فن عراقي. بدأوا يعملون على مدرسة بغدادية، مدرسة بغدادية، وبالأخص جواد سليم. جواد سليم، ونشوف هاي بأعمال جواد بال سحر رسم الإنسان والأرض، ونشوف كثير من هاي المفردات في نصب الحرية صح، ونشوف شغل جواد ب آكلين الرقي، نشوف الطابع اللي به تأثيرات الواسطي. ما بيشك الفنان يجب أن يأخذ من القبلة، هو هذا من حقه، ولكن لما يحاول أن يصيغه إلى صياغة أخرى تمشي مع الاتجاه المجتمع العراقي، عند ذلك نقول وصلنا إلى مدرسة بغدادية جميلة طبعا.